تفضل. محمد، اسمي محمد ساعي خميسي، رئيس دائرة الغابات بقفصة. اليوم حضرنا جلسة طلبناها من السيد الوالي في إطار الاستعداد للعيد الوطني للشجرة، والحديث عن الجائزة الوطنية للتشجير. الجائزة الوطنية للتشجير كنا اقترحنا 3 أسماء ناجحين، نسبة نجاح طيبة تفوت 81%، وكان السيد الوالي أشار إلى الموسم إن شاء الله القادم باش يكون موسم متميز، يركز على النتيجة نسبة النجاح لا عدد الأشجار المغروسة، وحاط الحضور اللي هم من مؤسسات، شركات بيئة، بلديات، معتمديات ومجتمع مدني، أحاطهم باش تتضافر جهودهم وينسقوا مع بعضهم باش الموسم يكون موسم ناجح، والنتيجة إن شاء الله متاع العام المقبل، الموسم المقبل باش يكون إن شاء الله طيبة أكثر من نسبة السنة اللي كانت نسبة متعادلة مع العام اللي فات، هي نسبة 22.3 بالنسبة للولاية. الأشجار اللي كانت موزعة على الخواص كانت 390,000، والأشجار اللي توزعت على المؤسسات والخواص والمجالس القروية كانت 412,000. نسبة النجاح كانت بالنسبة للخواص والبلديات نسبة 35%، وبالنسبة لأشغال الغابات في التشجير كانت نسبة 51% نسبة نجاح. وفي الإطار هذا تحدثنا كذلك على الاستعداد للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة السنة اللي يوافق يوم 8 نوفمبر 2015، واللي هو بداية انطلاق موسم التشجير 2015-2016. وقدمنا للسيد الوالي المواقع اللي باش يتم فيها الاحتفال، موقع يمسح زوز 5 هكتار يجي على الضفة اليسرى على واد بياش قبالة الجسر، كان مصب متاع فضلات وفضلات بناء، عازمين إن شاء الله باش ينضافوا كله، وفي حظيرة توا عندها مدة 5 أيام تشتغل، يحضروا في يهيئوا فيه للتشجير. ومكان آخر اللي هو يجي في سيدي أحمد زروق على مستوى مفترق سيدي أحمد زروق وطريق الحزام، اللي يمسح 0.5 هكتار، يتبع المنطقة البلدية، وكذلك في حظائر قاعدة تشتغل. السيد الوالي اقترح آخر، قال لما لا إضافة مكان ثالث ويكون مدرسة ابتدائية، إن شاء الله هذا باش يتم دراسته اليوم، وكذلك يتم التدخل فيه بالمناسبة. وعدد الأشجار اللي هي مبرمجة يوم الاحتفال باش تكون في حدود 2000 شجرة بين الموقع متاع الضفة اليسرى لواد بياش اللي هو يتبع ملك الدولة للمياه، والمساحة ولا المنطقة اللي هي في الحزام، المنطقة نظرها باش تكون فيهم 2000 شجرة غابية وشبه غابية وأشجار زينة. حضرنا كذلك للموسم القادم، هو الموسم هذا اللي انطلق يوم 8، حضرنا 800,000 و9,000 شتلة ما بين شتلات زينة وشتلات رعوية وشتلات غابية، وضعنا منها 520,000 على ذمة الخواص، 400,000 شتلة، وعلى ذمة البلديات 20,000 شتلة، وعلى ذمة المؤسسات بما فيها شركات البيئة وغيره والمؤسسات التربوية 100,000 شتلة. انطلقنا في توزيع الشتلات في بعض المنابت الغبية اللي موجودة بلاد قفصة، واللي هي منبت الرئيسي اللي هو منبت القصر، ليلة القصر، ومنبت عبد الصادق، ومنبت الدوار بملعرايس، ومنبت سردود برديف، ومنبت بالخير، منبت هداج بالخير، منابت هذول كل طاقة الإنتاج نتاعهم 2000 شتلة، انتجنا فيه من السنة 890,000. ونأملوا إن شاء الله باش يتم التوزيع على أحسن ما يرام، باش نوزع الشتلات حسب الطلب وحسب ما نروه نحن في إمكانية الفلاح، باش نوزعوا لهم شتلات
ما نجوزوش للف الا في حالات استثنائيه اللي نعرفوا متى الفلاح على راه مستعد، اما يكمل الزياده على الالف معناها ياخذها يشريها. علينا الشتلات اللي عندنا هي عندها فتره تتوزع فيها مجانا، والفتره الاخرى معناتها تتباع حسب طريقه بيع المنتوجات الغبيه المقرره من طرف وزير الفلاحه والصيد البحري ووزير املاك الدوله. معناها الطريفة بالنسبة لأشجار الزينة بدينار وشتلات الأخرى شتلات الغبية بمئة فرنك. إن شاء الله نأملوا العدد باش أكيد يرتفع، لأن المطالب قاعدة تجينا نتاع المواطنين الخواص اللي هما من أول وصلوا 676 كان بزيادة 200 فلاح على السنة السابقة. إسنا نأمل باش توصل يمكن في حدود 700 800 ممكن حتى 700000. انا حسب المقدار باش نقول هنا سي محمد عندنا توا اقترحت زوز اماكن ما عرفش شنو.